السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي نصابو فيه ان شاء الله لا جينواز. غادي ندوز معكم على بركه الله المقادير. عندي هنا 5 ديال البيضات اللي ضفت عليهم واحد الرشيشه ديال الملحه. حطيت البول ديالي فوق الميزان وغادي نعبر 125 غرام ديال السكر حبيبات. وغادي نزيد واحد الفاني وغادي نخدم كل شيء بالطراب الكهرباء. غادي نخدم البيض مع السكر مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالو. عاد نكمل باقي المكونات. هنا كيف كتشوفوا ضعف الحجم ديال البيض والسكر. غادي نتوقف دابا غنحيد الباطا وغنجيب ايضا الميزان وغادي نعبر 125 غرام ديال الدقيق ابيض. نخدم باطور يدوي بهذا الشكل باش كنحافظوا على الفوليوم اللي عطانا البيض. غادي نجيب واحد اللاطا باش غادي ندير هاد الخليط ديال الكيك ديالي. عندي فران مسخن من قبل هنا، درت الطاوة شويه كبيره حيت ما بغيتش لا جينواز تجيني غليظه. غندخلها الفران على درجة حرارة متوسطة ونرجع معكم منين توجد وطيب. وهذه هي لا جينواز ديالنا من بعد ما طابت. كيف كتشوفوا كتجي رطبة بزاف وخفيفة. وغادي نشوفوا ان شاء الله في الفيديو الماجي اشنو غادي نصايب بها. الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.